طيب نروح بقى للمحلل الفني الاستاذ شريف عبد المنعم، عنده تحليل مهم جدا على مباراه الاهلي ويانج افريكانز، وكمان اطلاله سريعه على مباريات دور المجموعات. استاذ شريف مساء الخير، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا استاذ سعيد، مبسوط اني متواجد معاك، واهلا بيك وبالساده المشاهدين، ومبسوط اني متواجد على قناه النادي الاهلي. طيب في البدايه عايز اعرف تعليقك على الاداء الفني في مباراه الامس، النقاط الرقميه اللي ممكن تكون رصدتها من لقاء يانج افريكانز والاهلي. خلينا نتكلم عن الاهلي بشكل عام، مش مباراه يانج بس. امبارح الاهلي في الفتره الاخيره بيعاني من مشاكل كتيره جدا، وده ناتج طبعا من ده نتيجه طبعا سوء نتائج وعدم التوفيق والاهداف القليله اللي بيسجلها والاهداف الكتيره اللي بتدخل في مرمى النادي الاهلي. يمكن لو جينا نتكلم بشكل اشمل شويه ايه اللي حصل في النادي الاهلي السنه دي عن السنه اللي فاتت، هي نفس اللعيبه وهو نفس الجهاز الفني، ولكن لو هنتكلم بشكل ادق هنلاقي ان الاهلي بيفتقد لحاجات كتيره جدا تساعده على الاستمرار في النجاح. هو الفكره مش ان انت تنجح وبس، الفكره ان انت تقدر كمان تستمر في القمه. طب ايه اللي بينقص الاهلي في الفتره اللي فاتت او خلال من بدايه الموسم من السنه دي بالتحديد؟ لو جينا نتكلم مثلا عن الماتش امبارح، الاهلي قدر يوصل للجون كتير جدا، ضيع عدد فرص مهوله، ولكن الفكره للاهلي مش في ان هو بيوصل للجون او ما بيوصلش، هو الاهلي بيوصل ولكن ليه بيضيع؟ لعيبه الاهلي عندها مشاكل كتيره جدا في انهاء الهجمه، الفكره مش فكره مهاجم بس او انا عندي مهاجم او ما عنديش مهاجم. الهجمات اللي جت للعيبه الاهلي امبارح ما جاتش لمهاجم النادي الاهلي، الهجمات جت انفرادات لكريم فؤاد، لاليو ديانج، لطاهر محمد طاهر، وكهربا كمان جاله اكتر من كوره. فهي الفكره مش في اخطاء وارده للمهاجم النادي الاهلي بس، قد ما هي مشكله عامه في الفينش بالنسبه لمهاجمين النادي الاهلي، سواء الوينجات او حتى لعيبه الوسط زي اليو ديانج، برده في مشاكل ظاهره جدا في الانهاء. طيب ده لو هنتكلم في خاصيه الانهاء او عدم التسجيل. طب مراحل اللعب ايه اللي اختلف فيما يخص النادي الاهلي السنه دي عن الموسم اللي فات؟ السنه اللي فاتت الاهلي كان دايما هو الفريق اللي بيضغط، هو الفريق دايما اللي عايز يستخلص الكوره، عايز يجيب الكوره في اسرع وقت ممكن، بيضغط على الفرقه اللي قدامه من بدري، بيضغط من الثلث الاول من الملعب للفريق المنافس. ولكن السنه دي الاهلي عكس الموسم اللي فات، الاهلي السنه دي بيلعب تحت الكوره، بيلعب ضغط متوسط. السنه اللي فاتت كان الاهلي بيلعب من ضغط عالي ضغط متوسط على مدار المباراه، لكن السنه دي الاهلي دايما بيلعب تحت الكوره، بيستنى الفريق اللي قدامه هو اللي يبادر بالهجوم ويلعب على التحولات. المباراه امبارح رغم تواضع اداء يانج افريكانز والاختلاف المهول في الجوده ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه يانج افريكانز، لكن كنا دايما حاسين ان لعيبه يانج افريكانز في اي لحظه تقدر تسجل في الجون. قد كان في حين ان انت كنت خلاص في اخر 3 دقائق من المباراه متقدم 1-0 ويدخل فيك جون بعد دقيقتين بس من تسجيلك في الهدف الاول، عندك قصور كبيره. طب شريف عندك ارقام، يعني قدرت ترصد ارقام معينه من مباراه الامس مثلا، سواء في انهاء الهجمات، في الاستحواذ، في التسديد على المرمى؟ هي مش ارقام بالشكل الفعلي قد ما احنا ممكن نتكلم على الاسباب اللي سببت المنظر اللي احنا اتفرجنا عليه امبارح، والمنظر مش في ماتش يانج افريكانز بس، ده من ماتش سموحه كمان والماتشات اللي قبله. يعني لو انت مثلا عايز تتكلم عن الارقام، في ماتش سموحه النادي الاهلي جاله 14 كره ركنيه، 14 كره ركنيه النادي بحجم النادي الاهلي ما قدرش يسجل منها ولا جون على مدار 90 دقيقه. فدي برضو علامة استفهام كبيرة جدا. يعني احنا لو جينا مثلا نستعين مثلا بالاندية الاخرى ونشوف مثلا ازاي بيستفيدوا من الكرات الثابتة او مدى جودة الكرات الثابتة او فايدتها للاندية، ماتش زي ده قدام الفرق اللي بتتكتل دفاعيا قدامك وبتبقى كل اعتمادها ان هي تلعب بال 11 لاعب تحت الكورة وبتلعب بلوك، انت بتبقى محتاج كرات ثابتة هي اللي تحللك الماتش ده، هي اللي تجيب لك الثلاث نقط. فلو انت مش مهتم بالكرات الثابتة او مش مديها القدر الكافي من الاهمية والتدريب والافكار، فمش هتقدر في ماتشات زي دي تكون مقفوله عليك ان انت تخلص بكره ثابته، زي مثلا ماتش الوداد السنه اللي فاتت في فاينل الكاف اللي خلص لنا الماتش واللي جاب لنا البطوله كره ثابته. فده الاختلاف الكبير جدا اللي ظاهر في النادي الاهلي السنه دي. عايز اروح معاك، السنه دي مش مهتم بالنقاط الصغيره دي عشان اكسب بس اكتر وقت ممكن معاك. المفاجاه في البطوله السنه دي ممكن الاهلي نتائجه او اداؤه ليس طبعا المستوى الموسم الماضي، ولكن في نفس الوقت برضو عندك الترجي بيخسر، الوداد بيخسر جولتين وممكن يخرج ويودع البطوله مبكرا، وهو وصيف الدوري الافريقي، وصيف دوري الابطال، وصيف نسخه السوبر قبل الماضيه امام نهضه بركان. تبص على شباب بلوزداد بيخسر، تبص على بيراميدز بيخسر، سان داونز خسر، ويمكن امبارح على عايز اقول لك برضه على نقطه يمكن كانت غريبه بالنسبه لي، اول تغيير لرولايمي كوينا مدرب سان داونز كانت في الدقيقه 75 وهو متاخر بهدف في الدقيقه 60. فعايز اعرف تعليقك على فكره ان الفرق الكبيره برضه السنه دي في دوري الابطال بتخسر في الجولة الثانية خاصة الفرق العربية. خلينا نقول ان الكرة الافريقية اتطورت بشكل ملحوظ جدا في الفترة الاخيرة، حتى الفرق الصغيرة بقى ليها انياب وبقى ليها خطورة على الفرق الكبيرة، ما بقاش في الجاب الكبير او الفرق الكبير ما بين الاندية الكبيرة والاندية الصغيرة. يعني كلنا اتفاجئنا
امبارح بخساره بيراميدز طبعا، وخساره ممكن تصيب بشكل نهائي من دور المجموعات في دوري الابطال. فزي ما انت قلت ما بقاش الفرق كبير جدا ما بين الفرق الصغيره والفرق الكبيره، الكوره بقت علم كبير جدا، فانت بقيت بتقدر ان انت تقلل الفوارق بمجرد ان انت تركز على نقاط الضعف ونقاط القوه اللي في الفريق اللي قدامك، تقدر ان انت ازاي تستغلها وازاي تشتغل على نقاط قوتك وازاي ان انت تهدد بيها الفريق اللي قدامك، زي ما حصل في ماتشات امبارح اللي انت ذكرتها بالنسبه للترجي وبالنسبه للنجم وبالنسبه للبيراميدز. فده اللي قلل الفوارق في الكوره ما بين الكوره في الكوره الافريقيه ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. يعني احنا لو بنتكلم عن فرقه بحجم سان داونز، انت بتقول ان مينا امبارح عمل التبديل في الدقيقه 75، ملعب مازيمبي من اصعب الملاعب اللي تقدر تلعب عليها في افريقيا، هو مش من قوه مازيمبي قد ما هو جوده الملعب والصخب الجماهيري اللي موجود والضغط الجماهيري اللي موجود هناك، مش اي فرقه تقدر تلعب في ملعب مازيمبي مهما كان. حتى مازيمبي مش في افضل مستوياته الحاليه ومش هو ده مازيمبي المرعب اللي كان موجود من سنين فاتت، لكن يظل الملعب ده من اصعب الملاعب اللي انت تقدر تلعب عليها من حيث المساحه ومن حيث الضغط وجوده الارضيه، ده غير طبعا ان مازيمبي ابتدى يستعيد مستواه تدريجيا. يعني سان داونز قصاد ان هو لسه كسبان الدوري الافريقي ومن اقوى الفرق الافريقيه ان لم يكن اقواها دلوقتي، برضه قدر ان هو يتغلب قصاد فرقه زي مازيمبي وصعب المجموعه على بيراميدز. فاحنا خلينا نقول ان الكوره دلوقتي اصبحت علم لا يستهان به، لازم ان احنا النادي الاهلي لو عايز يستمر على القمه لازم يستعين بالعلم باكبر قدر ممكن. طيب. من ناحيه الاهتمام بالضربات الثابته، من ناحيه الاهتمام بتطوير الاداء وتحليل الاداء. اخد رايك سريعا، المجموعه الاولى ترشح مين يتاهل ما بين سان داونز ومازيمبي بيراميدز وزيبو؟ بعد خساره بيراميدز امبارح هيكون سان داونز ومازيمبي. طيب المجموعه الثانيه الوداد اسيك سيمبا جالاكسي البتسواني. الوداد وسيمبا. الوداد مفاجأة. المجموعة الثالثة الترجي النجم الهلال بيترو أتلتيكو. بعد دلوقتي هو بيترو أتلتيكو هيكون هو الأوفر حظا، ولكن ممكن نقول بعديها هيكون الهلال السوداني. الهلال يعني الترجي والنجم بره. أنت توقعاتك كلها مفاجأة. المجموعة الرابعة الأهلي بلوزداد يانج أفريكانز ميديام الغاني. ان شاء الله النادي الاهلي هيكون على الصداره، وهيكون بعدها اتوقع هيكون ميديام هو الاقرب للصعود على المركز الثاني. ميديام توقعاتك كلها مفاجاه. استاذ شريف عبد المنعم بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا بالتاكيد من خلال زوم للحديث عن نتائج الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا وترتيب المجموعات واداء الاهلي امام يانج افريكانز.